بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 64. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان الأشياء التي تفسد الصوم وما يوجب الكفارة منها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد. أيها المستمع الكريم، لعلك عرفت من خلال الحلقات السابقة أهمية صوم رمضان وما له من مكانة في الإسلام، فكنت بحاجة إلى معرفة ما يخل بالصيام فيفسده ويبطله أو ينقص ثوابه، لتحذر منها وتحافظ على صيامك مما يخل به أو يفسده. وهذا هو ما سنتحدث عنه معك في هذه الحلقة إن شاء الله. فنقول: اعلم أيها المسلم أن مما يفسد الصوم بالنص والإجماع أولا الأكل والشرب، فإذا أكل الصائم أو شرب عامدا ذاكرا لصومه فإنه يبطل صومه. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. دلت هذه الآية الكريمة على أن الصيام إنما يتحقق بترك الأكل والشرب، فإن الله سبحانه وتعالى أباحهما إلى غاية ثم أمر بالإمساك عنهما إلى الليل. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه قال في شأن الصائم: يدع طعامه وشرابه من أجلي. قد أجمع العلماء على أنه مطلوب من الصائم ترك الطعام والشراب قليله وكثيره في كل نهار الصيام، ولا فرق في ذلك بين المعذور وغيره إذا تعمد الأكل أو الشرب. والأكل هو إيصال جامد إلى الجوف عن طريق الفم، والشرب هو إيصال مائع إلى الجوف عن طريق الفم، سواء كان المأكول أو المشروب مما يتغذى به أم لا. وكذا إذا أخذ الإبر المغذية، لأنها بمنزلة الطعام، وكذا إذا أخذ إبر الدواء في الوريد، لأنها تخالط الدم وتسير في الجسم، فهي بمنزلة الطعام والشراب. ثانيا، إذا استقاء الصائم أي استدعى القيء بأن تسبب لاستفراغ الطعام أو الشراب وخروجه عن طريق فمه، من فعل ذلك عامدا وهو صائم فقد فسد صومه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من استقاء عمدا فليقضي. رواه الترمذي وحسنه وأبو داود والدارقطني وغيرهم. والحكمة في كون التقيؤ يفطر الصائم أن الصائم إذا استقاء فقد أخرج ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب، فكان ذلك سببا في إضعاف بدنه ونقصانه، وذلك مما يضره، وهذا اعتداء في العبادة لا يرضاه الله تعالى. هذا معنى ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثالثا، إذا تسبب لخروج المني أو المذي منه كأن يعالج ذكره بيده أو يد غيره حتى يخرج منه المني أو المذي وهو صائم، أو باشر زوجته دون الفرج أو قبلها أو لمسها لشهوة فخرج منه المني أو المذي، فمتى حصل منه ذلك فقد فسد صومه ووجب عليه القضاء. وكذا إذا كرر النظر بشهوة فأمنى فإنه يفسد صومه. أما من احتلم في النوم وخرج منه مني فلا حرج عليه في ذلك ولا يفسد صومه. رابعا، إذا حجم غيره أو احتجم هو وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه فقد فسد صومه. والحجامة شرط ظاهر الجلد لإخراج الدم من الجسد دون العروق، وهي تفطر الصائم بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه أحمد والترمذي. وقال ابن خزيمة: ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والقول بأن الحجامة تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث كأحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن المنذر وأهل الحديث
الفقهاء فيه العاملين به، وهم أخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وهو وفق الأصول والقياس. قال رحمه الله: وأما الحاجم فإنه يجتذب الهواء الذي في القارورة بامتصاصه، والهواء يجتذب ما فيها من الدم، ربما يدخل في حلقه وهو لا يشعر. والدم من أعظم المفطرات، وهو حرام في نفسه، ويزيد الدم، فهو من جنس المحظور. ومثل الحجامة سحب الدم واستخراجه بالفصل أو الشرط. قال الشيخ تقي الدين: فبأي وجه أراد إخراج الدم فبأي وجه أراد إخراج الدم بفصاد أو شرط أو رعاف أفطر، كما أنه بأي وجه أخرج القيء أفطر. فتلك طرق لإخراج القيء، وهذه طرق لإخراج الدم، والمعنى الموجود في الحجامة موجود في الفصاد ونحوه. قلت: ومثله سحب الدم المستعمل في هذا العصر، فإنه إذا سحب من الصائم دم كثير فإن ذلك يفسد صومه كالحجامة والفصاد والشرط. خامسا: إذا جامع في نهار رمضان فسد صومه، وعليه القضاء والكفارة. قال تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فدلت الآية على أن الصيام المأمور بإتمامه ترك الوطئ والأكل والشرب، فإذا وجد الجماع لم يتم الصيام فيكون باطلا. والجماع يجري مجرى الاستقاءة والحيض والاحتجام، فإنه نوع من الاستفراغ، ومن جهة أنه أحد الشهوتين يجري مجرى الأكل والشرب. والكفارة التي تجب بالجماع في نهار رمضان هي عتق رقبة، فإن لم يجد رقبة فعليه صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصوم أطعم 60 مسكينا. هذه كفارة الوطئ في رمضان، وهي على الترتيب كما سمعت: أولا عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصيام أطعم 60 مسكينا، بكل مسكين مد من البر أو نصف صاع من غيره. أيها المستمع الكريم، ومن أكل أو شرب ناسيا وهو صائم لم يؤثر ذلك على صيامه ولا حرج عليه. قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. رواه البخاري ومسلم. وكذا من طار إلى حلقه غبار أو ذباب لم يفطر لعدم إمكان التحرز من ذلك. وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى لنواصل معك بقية الحديث عن أحكام الصيام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.